لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. بين الله سبحانه وتعالى أن الملأ من قوم نوح ذكروا شبهات خمس في اعتراضهم على دعوة التوحيد التي دعاهم إليها نوح عليه السلام وإثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم. أما الشبهة الأولى ما نراك إلا بشرا مثلنا، يظهرون أنهم يرون نوحا عليه السلام بشرا مثلهم، وهذه حقيقة لا شك فيها. ونوح عليه السلام لم يدعي أنه ليس بشرا، ولم يدعي أي رسول من الرسل أنه فوق البشرية، ولكن هل هذا مقتضٍ لنفي الرسالة؟ فكان هذا الطعن في نبوته عليه السلام وفي رسالته. والحقيقة أن هذا معبر، أن هذا الاعتراض معبر عن مرض دفين أصيل في قلوبهم متأصل، هو مرض السادة والكبراء دائما، هو مرض الحسد النابع من الكبر. أي لماذا تكون أنت الذي اخترت، الذي فضلت علينا، بل أنت الذي تريد أن تتفضل، كما قال عز وجل عنهم إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. القضية عندهم قضية التفضيل، قضية لماذا فلان فوقنا، وهم يرون أن البشرية تقتضي أن لا يوجد تفضيل، وهذا باطل. هناك فرق بين إثبات البشرية وبين أن يمنع ذلك أن يفضل بعضهم على بعض، كما فضل الله سبحانه وتعالى البشر جميعا فاضل بينهم، وكما يرون أنفسهم أفضل من الأراذل من أجل المال الذي عندهم، ومع ذلك ينكرون أن يتفضل الله عز وجل على نوح بالرسالة. القضية قضية حسد، وهذه أمراض إبليس التي تسربت
إلى قلوب السادة والكبراء. مرض الكبر الذي ينبع منه رؤية كمالات النفس، فهو العجب وازدراء الآخرين، احتقارهم لكي يظلوا متميزين بما يرونه فضلا. وهذا مرض الكبر، الاستعلاء، احتقار الخلق، الذي ركنه يعني مرض الكبر ركناه بطر الحق وغمص الناس. فهم يرون أنفسهم لها كمالات لا توجد لغيرهم، فإذا بالتفضيل في الرسالة الذي لا سبيل لهم إلى منافسته يقدح في ما توهموه لأنفسهم، فهم يريدون إبطال ذلك لأنهم شرقوا بنعمة الله عز وجل على نوح. داء إبليس: أنا خير منه، لماذا أمر أنا بالسجود له؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الكبر والحسد. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الحسد، الحسد هو الذي تسبب في قتل ابن آدم الأول، قتل ابن آدم الأول لأخيه، لأنه حسده على ما تقبل الله منه. الحسد من وراء كلمتهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا. أهل ادعى نوح غير ذلك، لكن يقولون: أي فلماذا يكون اختيارك أنت؟ هو مرض فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مرض الملأ من قوم صالح: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أأنزل الذكر عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. ألقي الذكر عليهم من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. مرض السادة الكبراء من قريش: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مرض السادة والكبراء في كل زمان. مرض اليهود الذين حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الذي دفعهم إلى الكفر وتمني الكفر وتمني ظهور الكفر: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لذلك هذا المرض الذي حقيقته الاعتراض على الله عز وجل، وحقيقته اتهام الرب سبحانه وتعالى في قسمه وعطائه وتفضيله، وحقيقته اتهام للرب عز وجل بعدم العلم وعدم الحكمة. لو تأمل الحاسد ما يعنيه حسده لكان عليه، لكان أن يزول بالكلية أهون من أن يوجد منه ذلك في حق الله عز وجل. ولذلك الحقيقة أن علاج الحسد هو في شهود أن هذا القسم، هذا العطاء، هو من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، يرحم من يشاء بما شاء. لو شهد العبد ذلك وعلم أن فلانا هذا الذي تحسده وتقول لماذا هو أفضل مني، الله عز وجل الذي جعله كذلك، فإذا رضيت بقسم الله عز وجل دخلت معه الجنة وانتفعت به غاية الانتفاع. وهذا حال المؤمنين مع أنبيائهم، علموا أن الأنبياء فضلوا فأحبوهم لأن الله الذي فضلهم،
وتابعوهم على ذلك فكانوا ناجين معهم على طريقتهم، وزال هذا الغم والكرب من قلوبهم، كرب الحسد وغمه وضيقه الذي يزعج الإنسان غاية الإزعاج. التنافسات التي بين البشر على الدنيا مردها إلى هذا الحسد وإلى الكبر والإعجاب بالنفس وتزكية النفس، رؤية الكمالات الوهمية، العمى عن فضائل الآخرين، العمى عن النقائص الحقيقية والعيوب الحقيقية للنفس، كل ذلك يعمى عنه الحاسد. فلذلك الأنبياء يعالجون داء الحسد بأن يذكروا الناس بأن هذا عطاء الله. ولذلك كان من جواب نوح: وآتاني رحمة من عنده، يا قوم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وكذا جواب صالح: وآتاني منه رحمة. الله الذي قسم، إنما قال ابن آدم لأخيه: إنما تقبل الله من المتقين، كن تقيا يتقبل الله منك، وهكذا. فهذا قسم الله وعطاء، كما قال عز وجل في الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالإنسان في علاج هذا الداء لا بد أن ينظر أولا إلى عطاء الرب وقسم الرب سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينظر إلى نقص نفسه وعجزه وضعفه، فإن ذلك يكسر تجبر وعلو النفس الجاهلة، ينظر إلى العيوب التي هو فيها. لذلك هذا هو العلاج لمن أراد أن يعالج قلبه ويعلم أنه مذنب عاص. لذلك كونه أن يفضل عليه هذا مقتضى نقصه، وأن الله عليم حكيم يفضل من يستحق التفضيل. أحبهم تكن معهم، والمرء مع من أحب. لذلك كان هذا المرض الأول الذي نجم ظهر، الذي بدا من وراء كلمتهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا. وكان التأكيد دائما من الرسل جميعا على هذه البشرية مع إضافة الوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو لا يرفع نفسه فوق مرتبة البشرية أبدا، لكن إنما هو رسول يوحى إليه، يأتيه الخبر من عند الله ليبلغهم ما يكون به نجاتهم، وليس أنه يرفع نفسه ربا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا هو الفرق بين الأنبياء وخلفاء الأنبياء وبين أهل الدنيا من الملوك والكبراء، الذين إذا تملكوا وإذا ترأسوا وإذا اغتنوا فإنهم يريدون أن يسخروا من حولهم ليشاهد الخلق ما أعطوا من الملك، ولذلك يسخرون الناس. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ انظروا ألا ترون. هو يشعر أنهم لا يبصرون بالقدر الكافي، لذلك يحثهم على أن يبصروا أنه له ملك مصر وأن الأنهار تجري من تحته وأن معه المال وأن موسى ليس عنده مال. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين
ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه. تجد أنهم أن الملأ والسادة والكبراء يريدون أن يعمى الناس عن أي نقص لهم، دائما يجعلون الناس يسبحون بحمدهم كما يقولون، يعني ينزهونهم عن النقائص وهم ملأ بالنقائص، ويحمدونهم ويثنون عليهم بما هم بما ليس فيهم، بما هم أبرياء منه في الحقيقة، ليس عندهم منه شيء. وأما الرسل وأتباع الرسل فعندهم من التواضع والانكسار، كلما ارتفعوا زاد انكسارهم لله وزاد تواضعهم لله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإن ظهره إن رأسه لا يكاد أن يمس ظهر راحلته تواضعا لله. انظروا كيف يدخل القادة العسكريون المنتصرون البلاد التي انتصروا فيها، فكيف يملؤون الدنيا صياحا وكبرا وعلوا، والمؤمنون يتواضعون لله. إذا دخلوا الباب دخلوا سجدا، دخلوا يصلون كما أمر بنو إسرائيل ودخلوا الباب سجدا. المؤمنون إذا فتحوا بلدا كانوا يصلون صلاة الفتح، يسجدون لله سبحانه وتعالى. ولذا لم يشعر الناس بتكبرهم عليهم واستعلائهم عليهم، فترتب على ذلك أن فتحت القلوب المغلقة وقبلوا الحق ممن جاءهم به من الصحابة رضي الله عنهم ومن أتباع الأنبياء عبر الزمان. فالشبهة الأولى المماثلة في البشرية، والحقيقة وجوابها أن هذا لا ينافي الرسالة، هو يثبت ذلك، لكن المرض الحقيقي هو الحسد. فكان العلاج ضمن الكلام الذي ذكره نوح بالتذكير بأنها رحمة من الله، وأبصروها لأنكم لا ترونها وأنتم قد عميتم عنها، فاجتهدوا في أن تروها، فإن من رأى قسم الله عز وجل وأخذ الدواء زال عنه ذلك الحسد، كما زال عن إخوة يوسف عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. هنا سلموا، هنا زال عنهم ما كان عندهم، توبتهم الحقيقية كانت عند ذلك، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أما قبل ذلك فلا يزال الحسد يملأ القلوب، نسأل الله العفو والعافية. أما الشبهة الثانية فهي مرتبطة بالمرض الأصلي الكبر الذي نبع منه الحسد، لأن الحاسد لا يطيق أن يرى نعمة الله على غيره، ولذلك يريد زوالها، يتمنى زوالها ليتمتع هو بالكمال الوهمي الذي يتوهمه في الحقيقة، ويريد أن يصب صفات النقص على من خالفه. لذلك نقول أن الشبهة الثانية مرتبطة بالمرض الأصلي الذي هو الكبر الذي نبع منه الحسد، زوال تمني النعمة عن من يعني عن من سواه يتمنى زوالها وأن تحصل له أو لا تحصل، نبع هذا المرض الأول. المرض الثاني احتقار الناس، لأنه يريد أن يصف الناس دائما المخالفين له بأنهم صغار محتقرين فقراء لا يعني يستحقون المنافسة معهم، والحقيقة أنها شتان بين قلوب المؤمنين وبين قلوب هؤلاء المرضى. الشبهة الثانية وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، الحاكة والحجامين وأهل المهن غير الشريفة في ظنهم، والمهن الشريفة إيه؟ عندهم الفلوس، وإلا فلا يعبؤون بأن هذا، تجد مثلا واحد تاجر مخدرات الناس يعظمونه يعني الباشا عشان هو معاه إيه؟ فلوس. ناس واحد حرامي نصب على البلاد والعباد وأخذ الأموال الهائلة طول ما هو مع فلوس فالناس إيه؟ تعظمه والعياذ بالله. فهو الحقيقة أنهم يحتقرون الناس ويتعالون عليهم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، الوصف نفسه دليل على كبرهم
إيه الأراذل دول اللي انت اتبعوك الأراذل؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، كأن ده مانع من الإيمان. إيه يعني؟ هو الرسل جاءوا بالرسالة إلى الخلق، إلى كل البشر، ينقذوا البشرية. دول شايفين إن إزاي إحنا نتبع حاجة هم اتبعوها؟ حاجة أمراض فظيعة، غمط الناس، غمص الناس، احتقار الناس. ومع أن هذا الإنسان يعمى عن فضائل الآخرين، يعني القلوب النقية الذين يريدون وجه الله، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الذين أحبوا الله، تواضعوا لله، الذين خافوا من الله، الذين يرجون الدار الآخرة. صفات رائعة وجميلة تريح من يتعامل معهم، ومع ذلك هم يعمون عن ذلك، لا يرون إلا المهنة ولا يدعون الله. زي أمراض بني إسرائيل، الحسد ده مرتبط بذلك دائما. بنو إسرائيل لما قالوا قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا يدي وما نرك إلا إيه؟ إلا بشر. اشمعنى هو اللي يبقى ملك؟ وما ما ما أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كما نقول نحن أحق بالإيه؟ بالنبوة، كما قال عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. أنتوا تنفعوا؟ والله العظيم ما ينفع. يعني نوعية قلوب مريضة ومظلمة لو نزل فيها الإيمان لأماتته، فضلا عن لو نزل إليها الوحي لما قامت به. قلوب فاسدة والعياذ بالله. الله أعلم حيث أجعل رسالته. فلذلك هم يعمون عن فضائل الآخرين ويحاولون تنقيصهم، ويرون النقائص التي ليست هي نقائص كفيلة برد كل فضيلة، كما قال بنو إسرائيل ونحن أحق بالملك من ولم يؤت ساعة من المال، معوش فلوس، وغيبين تماما عن إيه؟ عن علمه، وغيبين تماما عن قوته البدنية، وغيبين تماما عن أن ربنا الذي قسم. لذلك كان سيد يعني نبيهم يعطيهم الدواء، قال إن الله اصطفاه عليكم. شوفوا أولا ربنا اللي قسم وزاده بسطة في العلم والجسم. شوف فضائل الناس، انظر كده عشان تنظر بعين العدل، وإن ربنا الذي قسم ذلك. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لو خدوا الدواء استريح، لو خدوا الدواء بتاع تالله لقد أثرك الله علينا، إن ربنا الذي بسط، إن الله الذي أعطى، إن الله الذي اجتبى، يريح القلب تماما ويذهب عنه الغل والحسد. وما نراك اتبعك إلا الذين أمر بهم. يعني لذلك كان بقى سيدنا نوح في الجواب في الأجوبة الآتية أنه يذكر فضائلهم، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون لهم نقائصهم هم، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. ده ربنا الذي ينصرهم، ده ربنا الذي ينتقم ممن يؤذيهم. وكذلك لا يقبل أن يقول لهم للذين تزدري أعينهم لا يؤتيهم الله خيرا، لن يقبل أن يقول ذلك. يذكر أن الله أعلم بما في أنفسهم حين وفقهم للإيمان، وحين جعل في قلوبهم من الحب له والعبودية له والخوف منه ما جعل، هو أعلم بما في نفوسهم. لذلك ذكر فضائل أهل الإيمان علاج لمن أراد أن يعالج من الحسد. ولذلك العلاج أن ينظر الإنسان إلى نقائص نفسه، وينظر إلى ما تفضل الله به على غيره، فيزول منه الكبر والعجب بالنفس والخيلاء على الخلق، فيزول الحسد بإذن الله. وأن موازين هذا الجزء من الآية يدلك على الموازين الجاهلية عند البشر منذ قديم الزمان، موازين التفاضل كيف تكون، أن تبع المهنة، تبع المال، تبع الوجهة الاجتماعية،
أن هذه هي موازين التفضيل عندهم. لم تزل البشرية بجهلها تقوم بتفضيل من عنده المال والجاه على من كان عنده الإيمان والعلم. لذلك لا بد من هدم هذه الموازين، ولا بد من إعلاء قيمة الإيمان. ولذلك كان هناك جواب ضمن كلام نوح عليه السلام للجواب عن هذه الشبهة، أعني لعلاج مرض اعتبار الدنيا هي ميزان التفاضل، ووصف يعني الناس بأنهم إذا كانت مهانهم ضئيلة القدر أو أنها ليست في المنازل المرتفعة من أنواع المهن أن ذلك يعد قدحا. لابد من هدم هذه الجاهلية. أما الشبهة الثالثة فهي أن المؤمنين استجابوا لك لأول وهلة، بادي الرأي أنهم قبلوا ذلك أول ما عرضت عليهم، ده تفسير ابن كثير، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما أن بدا لهم هذا الرأي حتى أخذوه دينا، وكأن هذا مذمة، وكما يقول ابن كثير ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق واضح، الحق بين، الحق يبدو لكل راغب فيه بصدق فسوف يظهر له، أدلته مبذولة لكل أحد، أدلة التوحيد والنبوة يعرف كل أحد صدقه بسهولة ويسر، والفطرة السليمة، الفطرة السليمة في صف الإيمان بالتوحيد وبالرسالة. لذلك على هذا الوجه هذا يعدونه عيبا على طريقة الفلاسفة الذين يقولون الشك أول واجب. أنا أشك إذن أنا موجود، غبي وجاهل جاحد في الحقيقة. من وجد الإيمان في قلبه لأول وهلة وبحمد الله تبارك وتعالى هو على الفطرة، كيف أقول له لا بد وأن تكفر أولا، ولا بد أن تشك أولا، ولا بد أن تتحير أولا. القول الثاني تفسير ابن جرير، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فيما بدا لنا، فهم يثبتون أن هذا ظاهر رأيهم عن أنفسهم، أنك بشر مثلنا وأن أتباعك أراذل، هذا الذي ظهر لنا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي فيما بدا لنا رأينا. وهذا في الحقيقة يدل على أنهم ليسوا على قدم راسخة، أنهم إنما يظنون، فهي شبهة أننا نظن، إن نظن إلا ظن، هذا الذي ظهر لنا ونحن يعني نبني على ذلك الظن، إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. القول الأول عندي أوجه، وهو أن المؤمنين أجابوا الحق أول ما ظهر لهم، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم. أما القول الثاني فهو يدل على عدم رسوخ يعني الكفار فيما يرون، وإنما هم يأتون بالشبهات لتضييع الوقت والعمر، يعني هذا الذي ظهر لنا أنهم أراذل يعني فيما يبدو لنا، وهذا كله يدل على ضعف يقينهم بالثوابت واليقينيات. الشبهة الرابعة، وما نرى لكم علينا من فضل، نفي تفضيل المؤمنين، هي نفس المرض، نبعت من نفس المرض، أنتم لا فضل لكم علينا، أنتم لا تتميزون علينا، لا يمكن أن تكونوا فوقنا، كل ذلك منبعه من الكبر والعياذ بالله. ثم إنهم كما ذكرنا لا يرون فضائل المؤمنين، عمي عن الفضائل التي امتن الله بها على المؤمنين، يضخمون ويتوهمون كمالات وهمية لأنفسهم، لا يرون النقص الذي عندهم والعياذ بالله.
بل نظنكم كاذبين. الشبهة الخامسة، يبنون أمرهم على الظن. لماذا يظنونهم كاذبين بلا بينة؟ لماذا؟ هل بحثوا في السماء وفي الكون وفي كل الأجزاء حتى وجدوا بالفعل أنه لا يوجد ثم إله معبود؟ ولا فرعون بقى عايز يطلع عليه الصرح عشان يشوف اللي يطلع إلى إله موسى، وانت ما تطلع قد ايه يعني تكون انتورت يعني، ولكنه شغل للناس والعياذ بالله. يبنون امرهم على الظن واني لاظنه كاذبا، ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. يبنون عقائدهم على الظنون، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. الظنون المرجوحة التي هي مجرد احتمالات، التي يعني هي سخافات العقول، التي هي الخرافات. يظنون المؤمنين كاذبين، يظنون نوحا عليه السلام وقومه المؤمنين ومن آمنوا معه من المؤمنين يظنونهم كاذبين في دعواهم أن لا إله إلا الله وأن نوح رسول الله، وفيما يدعون من أوامر الله عز وجل وتشريعاته، فهم يكذبون ذلك كله. بماذا؟ بالظن والتخمين، لا بأدلة محسوسة ولا يعني أدلة عقلية ولا نقلية، ليس عندهم إلا الظن. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هؤلاء وحال هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.